ده. طبعا خلوه يشخص ما يلام، طلع متوتر من عند اللجنه. لا ما طلعت متوتر، خلني اكمل بجيك. يعني دخل بشخصيه فجاه، طلع انا احس بانه جت رياح، جاء هواء عاتي اعصار. ايش اللي صار يا فيصل؟ جت الرياح، احنا كل جبال ثبتي ما حركت. والله السبعه انعام فيصل، اخذت اكثر من ربع ساعه. يعني انا بكون صريح معك، وروحك حلوه انت، ربع ساعه كثير. لا هي كانت طول عمر المحتوى اللي بقدمه، ف ما تشوف انهم تعنتوا لك؟ لا ما تعنتوا لي، صارت محاورة داخل. ف من الشخص اللي قاعد يتصيد لك يحاول انه يعني قاعد اوصل البقيه افراد اللجنه انه فيصل لا ما ينفع في البرنامج؟ لا لا كلهم ما شاء الله. اكيد الحمد لله. اشوفك استاذنت من احد اعضاء اللجنه انه اخذ راحتي في الرد. اي لمني ما ودي اقول شيء وبيزعل مني، اقول اخذ راحتي يعني اتكلم باليبي. فيصل، بناء على اللي صار باللجنه، حضورك يعني انا قلت لك قبل ان ابدا التصوير انه الله اعطاك القبول بالنسبه لي انا كزياد الشهري، حضورك في اللجنه وردة فعل اللجنه من 10 يا فيصل كم تقيم نفسك او تعطي نفسك درجه لدخول القريه اذا الله يسر؟ والله صعب اقيم نفسي، ابغى من 10. يعني أسوأ ما يكون الشخص انه يتحدث عن نفسه، فاعفني من السؤال ذا. طيب لا، ليش يا فيصل؟ لانه كل المتسابقين اللي قبلك والمرشحين اعطوني رقم من 10، فيصل وين يرى نفسه في القريه؟ ما اقدر اعطي عن نفسي انا، رقم انا اللي اسالكم، انتم اللي احق بالاجابه مو بنا. هذا للجنه، انا هنا انقل ما حدث بعد اللجنه. انا لو بقول لك الاجابه الان بتقول ذا ضرب من الغرور ولا ضرب من التغطرس، فما ابغى اجاوب. يعني 10؟ ما ادري عندهم سأل. قلت غرور وغطرسه، ما بيجي واحد. انا ما ابغى اجاوب، بتاخذي انه كذا مو بواثق، ولا بتقول بياخذون ذا بيقولون غرور او كذا، فاعفني من الرديت. طيب فيصل، ثقتك في نفسك وين توصل؟ بعيد. لو قلنا من 10 كم توصل؟ بنرجع للعشرة ذي. لا خلي القرية الثقة. لا الحمد لله 10 من 10 الثقة؟ يعني فيصل بطريقة ثانية يقول 10 من 10 نسبة دخول القرية. فلك التوفيق إن شاء الله يا فيصل. المشاهد أمامك والكاميرا بين يديك والمايك طوعة، ما تقول للمشاهد؟ إيش توصل له وتوعده بعد قبولك إن شاء الله ودخولك القرية؟ أوعدهم إن شاء الله بكل شيء بيض الوجه، ولهم منا إن شاء الله بيض الوجه. الجمهور أحيانا يقسى على الشخص وعلى موهبته، إيش تقول لهم؟ يقسى على الشخص اللي من محبة، أحيانا بعض القساوة في المحبة عظيم. ممكن شاعر وتدري ايش معنى كلامي. ممكن ذا الشيء، لكن نصبر. في شيء في خاطرك بدك تقوله؟ الله يوفقنا وياكم، والله يبيض وجهكم على القبول الطيب والجانب السمح، وتشرفنا بشوفتكم ومعرفتكم اليوم، وان شاء الله نقدم من خلال القناه شيء يليق فينا ويليق في القناه، وتكون احنا اضافه للقناه وتكون اضافه لنا باذن الله، ونوصل لعدد كبير من شرائح المجتمع.